السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتابعين شيخ أم عربي. غادي نجبدو مع بعضياتنا واحد الكيك بالشوكولاط والكراميل، كيجي لذيذ بزاف وسهل، مكوناته سهلة لكن صدقوني لذيذ بزاف. غنحتاجو فيه 4 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، ثلث كاس ديال الحليب، كاس وكاس ومعلقه كبيره ديال الدقيق الابيض. غنحتاجو 3 المعالق ديال الكاكاو المر وواحد المعلقه ديال الفانيلا. الطريقه غادي ندير، ناخذ الخلاط غادي ندير فيه البيض، السكر، الزيت، والحليب، وغادي ندير الفاني، قلت معلقة ديال السكر فانيلا، غندير معلقة صغيرة ديال السكر فاني أو لا جوج كيس ديال 14 غرام. وغادي نخلط هادشي مزيان في الخلاط الكهربائي وغادي نطلقه. الخليط ديالنا ديال الكعك بعد ما تخلط غادي نفرغه في واحد الاناء، دابا غادي نضيف ليه هذاك الكاس ونص، الكاس ومعلقه عفوا ديال الدقيق. غادي ندير 3 معالق كاكاو المر، معاه كيس ونص ديال خميره الحلوه، ومعاه غنديروا الكاس الاول ونخلط، وعاد غادي نشوف واش غنزيد هذيك المعلقه ولا لا. غادي نخلطهم، غادي نشوف واش يمكن لي نضيف هذاك المعلقه اللي انا زدت ولا لا. كيف كتشوفوا ما غاديش نزيد هاد المعلقه، يعني كاس ديال الدقيق كافي حيت هاد الكيك كيجي خفيف بزاف. صافي ما غاديش نزيدو، ها انتو قوامو. غادي نجيب مول، انا غندير طاوه ديال الزاج، اللي عندكم طاوه ديال الحديد ديروا ديال الحديد. هنا هاو كيف قلت لكم انا دهنتها بالزبده، وغادي نرشها بشويه ديال القطو، ما غنديرش الدقيق باش يبقى ليا اللون ديالها. وهذا الفائض غادي نحيدو ونخبيه ثاني. هنا من بعد ما درت هذاك المول دهنتو، غادي نفرغ الخليط ديالي ديال الكيك وغادي ندخلو يطيب في الفران بارد كيف ما دائما. و تطيب لينا الكيك على 170 180 درجة، كتشوفوا راها غير المقادير قليلة، يعني راها غتخرج غادي تطيب لينا بسرعة ما غتشدش الطياب. غادي ندخلها الطيب وغادي ندوزو باش نوجدو صلصه الكراميل باش نسقيو هذا الكيك ديالنا. غادي ندوزو نوجدو صلصه الكراميل مع بعضياتنا، اللي فيها كاس ديال السكر مع كاس ديال الحليب مع واحد المعلقه ديال الزبده. غادي ناخذ المقله ديالنا تكون ما كتلصقش، غادي ندير فيها هذا السكر بحال هكا، وغادي نديرو فوق البوطه على عافيه مهيله حتى يولي حتى يذوب هذا السكر ويولي عندنا كراميل. غادي نشعلو النار كيف قلت لكم، النار غادي نقص منها وغادي نخليه حتى يولي عندي تيذوب ويولي كراميل.
كيف كتشوفوا ها هو بدا كيذوب لينا داك السكر. العافيه كيف قلت تكون مهيله. دابا غادي نضيف واحد الكاس ديال الحليب بلاتي تيذوب ليا داك السكر كامل، باقي شي حجيرات. هانتو دابا داب كيف كتشوفوا، دابا غادي نضيف كاس ديال الحليب، ولكن في هاد الوقيته بالضبط نبعد وجهي. هانتو كيف تشوفوا ها هو كيحجر لينا السكر وكيقصح، ما تخافوش غادي نخليوه على العافيه حتى غيدوب. صافي غادي نخلي انا بحال هكا يبقى حتى يذوب لينا مزيان. هانتو كيف كتشوفوا كيحجر، غير بقاو تحركوا هو غادي يذوب، وغادي نخليوه يغلى واحد الشويه حتى يبان لينا بدا تيعقد. هانتو راه بدا يذوب، ها هو باقي ما دابش كامل. هنا كيف كتشوفوا هانتو ها هو داب كامل، ودابا غادي نضيف ديك المعلقه ديال الزبده اللي قلت لكم. معلقه الزبده، الزبده تكون هذه مزيانه. صافي غادي نخلط وغادي نخليها على جنب تبرد ليا هاد الصلصه، لانني حاجتي فيها هي تكون بارده والكيك سخون، او لا العكس، الكيك سخون الصلصه بارده، الصلصه سخونه الكيك بارد. غادي نخليها غير تذوب ليا هاد الزبده فيها، انتو كيف كتشوفوا صافي غنطفي عليها وغادي نخليها تبرد. ديالنا مني خرج من الفران باقي سخون، هانتو كيجي رطب بزاف بزاف. غادي ناخذ واحد العود وغادي نتكو كامل. وغادي نسقيه بهذيك صلصه الكراميل اللي وجدت انا وياكم كامل. اصلا خفيف وزوين هذا الكيك كتشوفوا، ها هي هذيك صلصه الكراميل ديالنا. غادي نسقي الكيك ديالنا كامل محدو مازال سخون. ماشي سخون الكراميل، الكيك اللي مازال سخون. دابا غادي نخليها كتبرد على جنب وغادي ندوزو نوجدو لاكاناش اللي غادي نديرو به، اللي غنزوقو به هاد الكاك ديالنا من الفوق. ندوزو نوجدو لاكاناش مع بعضياتنا اللي فيه 200 غرام ديال الشوكولاته الاسود مع 200 غرام ديال القشده الطريه. غنديرو القشده الطريه عندنا كاسرونه، غادي نديرها كتسخن وغادي نضيف ليها هاد الشوكولاط ديالنا.
هنا ملي دابت لينا هذيك مني سخنات لينا القش دفاريه قطعت هذيك الطرافه ديال الشوكولاط على الشوكولاط الكبير وغادي نخليه هنا هذا الشوكولاط حتى يذوب بحال هكا. كتشوفوا مني داب ليا داك الشوكولاط كنبقى مره نحرك فيه فهمتوا حتى يذوب ليا كامل. هنا باقي ليا شي طريفات وغادي نصبو فوق الكيكه وغادي نخليها تبرد مزيان وعاد تزين الا بغيتو تزينو بشي حاجه من الفوق لكم الاختيار شوكولاط فيرميساج شوكولاط ابيض اي حاجه لوز قش داطريه ولا شونتيه مخفوق اللي بغيتو. انا غادي نزينها وغادي نخوي عليها هاد لاكاناش ديالنا وغادي نخليها حتى تبرد مزيان. بالنسبه للاكاناش حنا انا درت 200 غرام ديال القشطه طريه في 200 غرام ديال الشوكولاط. اللي ما عندوش قشطه طريه عوضوها بياغورت طبيعي ياغورت طبيعي ولا دانيت شوكولا جوج حكاك ديال دانيت شوكولا يجيو رائعين. شوفوا الله كنبقاو نحركوا في لاكاناش ديالنا حتى كتولي فيه ديك اللمعه والشوكولاط كينسجم. خليه غير يبرد شويه هانتو داب كله. دابا غادي نصبو فوق الكيك. بسم الله عليكم. اللي كيعزيز عليه الشوكولاط هاد الكيكه منقولش ليكم شي حاجه طوب بحال هكا. غادي نخليها تبرد مزيان وهاد الكيك من الاحسن يبقى ليله كامله في الثلاجه عاد نتناولو. انا غادي نخليه حتى يبرد مزيان هاد لاكاناش والكيكه كامله وتزين. غادي نزينوه حسب الذوق ممكن ندير الشوكولاته هذوك دوك رقائق الشوكولا اللي كنت حطيت معكم في الفيديو ديال المشتريات نقدر ندير مربع ابيض مربع اسود وهكذا. والكيك ديالنا من بعد ما خليته برد كيف قلت لكم زينته بانواع ديال الشوكولا. نتمنى الكيك ديال اليوم يروقكم وتزين. ممكن ديروا كامل غير شوكولاط فيرميسيل اولا كامل غير هذا اولا كامل غير شوكولاط ابيض محكوك يعني اللي بغيتو اللوز ايفيلي اللي بغيتو نتومايا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم. وغادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل. دائما نمسح الموس ديالي. وهنا ها هي الكاك ديالنا من بعد ما قطعتها شوفوا كيف كتجي كتجي رطبه بزاف ولذيذه وطريه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم تنال الاعجاب ديالكم جربوها وردوا عليا الخبار. اللي عجبتها الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك الفيديو اشتركوا بقناتي قناه شيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته والى وصفه قادمه بحول الله.